انتم اخوتي شوفوا المدارس ديالنا كي دايره، شوفوا فين غنقريو ولادنا، شوفوا الاصلاح، شوفوا هاد المدرسه هي من اقدم المدارس واللي هي ربات اجيال، ودابا راه تنهار. القسم الاول طاح مشى فحالو، ما كاينش اللي يسول فيه. القسم الثاني ها هو هابط، ما كاينش اللي تيسول، ما كاينش اللي تيجي، ما كاينش لا جمعيه الاباء لا رئيس الجامعه لا حتى واحد ما تيشوف من حال هاد المدرسه ولا من حال هاد التلاميذ اللي تيقراو في المدرسه. هاد المدرسه هي من المدارس مفككه، المدارس اللي قدام واللي بداو تينهارو، ولكن العموميه مشات انهارت، ما بقاش المدرسه العموميه، وبالخصوص في العالم القروي. العالم القروي تيعيش واحد التهميش اللي تيعلم بها الله. السي رئيس الحكومه اللي تقول لينا حنا احسن من فرنسا بالارقام وبالخبراء، وجيب لينا هاد الخبراء، جيب لينا هاد الخبراء لهنايا ويشوفوا باش المغرب احسن من فرنسا ولا باش المغرب التقدم، واش في المواقع ولا في الواقع. في المواقع تقدر، ولكن في الواقع راه ما تنشوفوش هادشي، راه حشومه هادشي. قسم واحد دابا اللي بقى تيقرا الابتدائي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، كيف يعقر ست الاقسام يقرا ست المستويات يقراو في قسم واحد؟ كيف يعقل ان هاد الاساتذه كيفاش غيديروا هاد الاساتذه يتعاملوا مع هذا الوضع، وكيفاش غيديروا هاد المعلمين حتى يقريو ست المستويات في قسم واحد؟ راه هادشي حشومه، هادشي اللي تنعيشوه راه حشومه. راه وصل العظم المغرب، اوصل العظم. التعليم العمومي مشى فحالو، يا قريتوا ولادكم في التعليم العمومي ولا قريتهم في التعليم الخاص؟ ياك نتوما تقريتوا في التعليم العمومي، ياك نتوما اغلب المسؤولين قريتوا في التعليم العمومي، وعلاش دابا تتقتلوا المدرسه العموميه؟ علاش تدعموا المدارس الخاصه وتتقتلوا المدرسه العموميه؟ راه هادشي حشومه اللي تنشوفوه، هادشي راه حشومه. راه المدرسه غادا تريب على الدراري، ماشي حتى تريب وعادي يجيوك القدر الله ما شاء فعل. لا سيدي، جي وقف على شي حاجه من اللي تتكون راه واقفه. راها هي مدرسه راها رابت، راه لو كان كانوا تحت منا التلامذ راها كانت غادي تريب عليهم حاجه اكيده، ولكن الحمد لله ما كانوش تحت منا التلامذ، وهذه دابا راه غادي تريب والاساتذه خافوا منها وهربوا منها وتيقريو في قسم واحد مستوى واحد. هاد المدرسة اللي كاينة في دوار الفقراء جامعة زحيليقة اللي هي تتعيش تهميش، الطريق دايزة من جنب منها، الطريق ما مصلوحاش، الصور ما كاينش، ما كاين الضو مقطوع، الاساتذة كيفاش غيديروا هاد الاساتذة حتى غيعيشوا هاد الوضع؟ كي غيديروا هاد الاساتذة حتى يقريو هاد التلامذ؟ كي غنديروا حتى نبنيو واحد الشباب اللي واعي؟ ولكن المشكل اللي ولينا نشوفوا ان الشباب ضاعوا، مشاو في الحشيش، مشاو في القرقوبي، التعليم مشى، ما بقاش حتى حاجه. هادشي هادشي اللي تنتاسفوا عليه، اللي تنعيشوه هنايا في هاد البلاد السعيده، تنتاسفوا عليه، تنتاسفوا عليه. هاد المدرسه قرينا فيها حنايا وتنتمنى ولادنا يقراو فيها، ولكن ما بقاش. تتشوف يعني انك الوقت اللي قريتي انت في هاد المدرسه كانت في واحد الجو زوين، ودابا راه تتنهار. لا جمعيه الاباء لا رئيس الجماعه، رئيس الجماعه ياك انت اول واحد خاصك تهضر على هاد المدرسه، ياك انت 23 عام وانت برلماني وزير التجهيز رئيس الجماعه، اشنو اللي استفدنا منك؟ كيف يعقل مدرسه؟ ها انتم اخوتي شوفوا مدرسه تيجي فيها بنادم وتيدي حشومه، نقولوا هاد الهضره والله حتى حشومه، هادشي راه حشومه، راه حنا تنعيشوا في التهميش، راه حشومه هادشي حشومه. انتوما خوتي مدرسة الرسومات اللي فيها تبين لكم كيفاش كانت في القادم الجميل، ملي كانت في الثمانينات كيفاش كانت هاد المدرسة وشحال ربات ديال الأجيال. وانتوما خوتي دابا تشوفوا الضو تقطع عليها، مدرسة تتريب، حتى واحد ما تيهضر عليها، حتى واحد ما تي المهم الفنانين، هذه بلاد الفنانين اللي بغى يضمن مستقبله ويغني. انتوما خوتي شوفوا هاد الحالة اللي تتعيش هاد المدرسة، شوفوا هاد الحالة خوتي، راها غادا تريب، راها تتنهار. المدارس المفككة راها مشات فحالها. شوفوا خوتي شوفوا واش هادي مدرسة. بارطاجيو معنا هاد الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين، بغينا هاد الميساج يوصل للناس المسؤولين ويشوفوا من حالة العالم القروي راه تيضيع. واش الفلاح
ولادو ما عندوش الحق حتى في التعليم ديال ولادو، راه حشومه، راه حشومه هادشي، ما عندوش الحق لا في التعليم لا في عيش كريم لا في حتى حاجه، راه حشومه. الفلاح المغربي حيت ما تيديرش لكم الصداع، حيت ما تيديرش لكم البلبله، حيت ما تيمشيش يدير المظاهرات، حيت ما تيمشيش يغوت، حيت ماشي جالس هذاك الشيء اللي عطاه الله واكلو وشربو تيقول الحمد لله، ولكن نتوما تتشفروا في هذا الشعب، راه حشومه عليكم هادشي، راه حشومه عليكم. شوفوا من حال هذه المدرسه اللي قرات اجيال، باش تقول لي السي العثماني بان فرنسا احسن من المغرب بالارقام والخبراء، وجيب لي هاد الخبراء اخويا، الى ما رجعوناش القرن 19 انا راني ماشي بنادم، راه حنا تنعيشوا في هذا الشيء، راه ما كاينش شي تقدم اخوتي، راه ما كاينش شي اصلاح، راه ما كاينش شي حاجه. الطرقات ها انتم الطريق، كيفاش هاد الطريق ها هي راه بعيده على المدرسه 4000 كيلومتر، وكيفاش هاد الاساتذه فين غاديين يسكنوا، وكيفاش غاديين يجيو في الصباح ويقراو التلامذ، وكيفاش غاديين يمشيو في عشيه. اي كاين واحد السكن ولكن حتى هو مهدد بالانهيار، راه حتى هو غيطيح، راه مدارس مفككه هذه راه داز الوقت ديالها، والله يجعل البركه، راه قرات الله يجعل البركه، راه خاصنا الاصلاح، راه خاصنا سوري دور بالمدرسه، راه خاصنا المدارس يتعودوا. كيفاش غادي نقريو ولادنا؟ راه هاد الناس راهم خايفين على ولادهم من لا المدرسه تريب عليهم اكثر ما خايفين عليهم من كورونا، خايفين عليهم لا المدرسه تهبط اكثر من كورونا. راه في وقت الشتاء راه كاين اللي ما تيخليش ولده يمشي للمدرسه على وديش، يخاف تريب عليه، راه تتبدا تحرك اخوتي، راه هادشي حشومه.